هذا سائل يقول بالنسبة للتصوير، هل هو المراد بالتماثيل التي ورد النهي عنها؟ عام، تصوير عام، لعن المصورين صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم المصورين في النحت والمصورين بالرسم والمصورين بالآلة الفوتوغرافية. فلا يجوز التصوير إلا للضرورة، للضرورة فقط، تصوير الحوادث أو تصوير مثلا تصوير الشخص لأجل البطاقة الشخصية أو لأجل جواز السفر أو لأجل رخصة القيادة، هذا ضروري، والضرورة تباح عند الحاجة إليها. نعم.